خش حضر الحمام. ده الجامع فاضي ومنعم لسه نايم. يا منعم 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 يا منعم اصحى. في ايه يا قرموطي بس؟ في ايه؟ الشيخ حسنين لسه ما جاش. الساعة 10 لسه الصبح. ايوه ما هو قال لي تعالى لي الساعة 9 علشان موضوع الحريق بتاع البيت وكان لمم لي فلوس كده يعني، هو ما سابلكش حاجة؟ ساب لي ظرف بس سيبنا نام شوية. لا ما انا مش هسيبك تنام الا لما تديني الظرف. يا منعم منعم مش هخليك تنام الا لما الظرف الظرف يا منعم. يا ساتر يا رب امسك امسك ادي الظرف. الله يكرمك يا شيخ حسنين بحق جاه النبي واهل بيته. يا سلام اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. فيش عشرايا عشريناية يا دي شيلينات. هو ايه كان بيلم لي من ايام حريق القاهره؟ ده حريق شقتي يا عم منعم. بس ماشي الحمد لله احنا هنطلط يعني ونقل ادب. اللهم لك الحمد ربنا اكرمك يا شيخ حسنين. هذا كريم نام بقى ده انت في الضياع. الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه. لا اطمن اطمن خالص ان شاء الله هنتصرف. مع سلامة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في إيه يا عم منعم؟ شيخ حسنين خطيب الجامع عيان جدا ومش هيقدر يخطب الجمعة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكرمك يا شيخ حسنين. أنت لقيت تعب من لم الفكة اللي أنت اديتها لي ديت. خلاص بقى ألحق أصلي الجمعة في جامع تاني بقى. استنى بس يا قرموطي، ما هو مش معقول هنقفل المسجد في وجه المصلين. ومش معقولة برضه هنصلي الجمعة من غير ما يبقى في خطبة جمعة يا منعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة يا رجالة؟ نلاقي الشيخ حسنين تعبان ومش عارفين مين اللي هيخطب. أنت معانا من المنطقة ولا عادل سليم؟ يا إخوانا الموضوع أبسط من كده بكتير. أي واحد فينا يخطب. يعني إيه يا منعم أي واحد مننا يخطب؟ هو أي كلام ولا إيه؟ دي مسؤولية يا جماعة. بقول لك ايه، انا هلحق الجمعه في اي جامع تاني. يا اخوانا بعد اذنكم، انا صاحب العماره اللي فيها الجامع دي، من حقي انا اللي اخطب الجمعه. يعني انت عشان صاحب العماره يعني تقوم بقى يعني تخطب؟ ما مش عارف اجيبها لك ازاي. يعني ينفع الكلام ده يعني؟ انا قديم هنا في المسجد يا قرموطي، وكل خطب الجمعه انا حافظها. وبرضه مش بالحفظ يا منعم، ما انا من وانا صغير في الكتاب حافظ القران، عمري ما جه في دماغي ان انا اخطب في يوم الجمعه، مش كده هي برضه يعني؟ اصلنا عقبال عندك يا اختي، رايحين المصيف انا وسحاسب ورايحين مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ تروحوا وترجعوا بالسلامه، بس مش واجب استاذن القرموطي في الشنطه اللي يكون محتاجها ولا حاجه، اصل هو عايز ياخدني ويوديني راس شيطان. راس شيطان؟ راس شيطان ايه يا اختي وراس عفريت؟ ايه ده انتوا من ساعه ما اتجوزتوا الا ما شفتكوا رحتوا ولا جيتوا. مين قال لك بقى؟ بياخدني يا اختي يوديني اماكن واي فاي، مش الاماكن اللوكال بتاعتكم. يا اختي بلا واي فاي بلا هاي فاي، اسمعي بس الكلام وقومي البسي. ده العيال بصي بيموتوا فيك، هيفرحوا قوي، ده روحهم في خالاتهم. لا القرموطي بينزلني في فنادق 7 نجوم. الحمد لله الحمد لله الذي احسن كل شيء خلقه وقدره تقديرا، واصلي واسلم على خير البريه نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد يا بنتي يلا، ما قمتيش ليه؟ عشان ما عشمش نفسي يا اختي بمطروح ويجي القرموطي يقول لي يلا بينا على سهل حشيش. يا اختي بلا حشيش بلا بانج، قومي عشمي نفسك براحتك. احنا اول ما سي القرموطي يجي نقعد نزلنا عليه، انت من يمه وانا وسي حسب والعيال من يمه التانية، وزن نزل نزل نزل. نحن في زمن الفتن والبدع، كل شيء في حياتنا أصبح بدعة. فالإنترنت بدعة، الموبايل بدعة. واللي معاك ده مش موبايل؟ قديش بدعة؟ عيد الأم حرام، عيد الحب بدعة. الراجل ده مش عايزنا نفرح ولا إيه؟ ما تقطعش الخطيب عشان تاخد صواب الصلاة. ده خطيب مؤقت لحد ما يرجع الشيخ حسنين. ده دراع مؤقت برضه ولا ايه؟ واحد الله يا قرموطي، واحد الله يا جماعه. لا 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 لا، اللي حصل النهارده ده ما يتسكتش عليه خالص يا عم حسن. ده في خطبه واحده طلعنا كلنا رايحين النار، ويقول لك التليفون بيدعك. امال ده ايه لا مؤاخذه؟ سافون ايه يا منعم في ايه؟ منعم ده ايه؟ اسم الشيخ منعم. شهاده حق يا جماعه، هو غلطان، بس انت برضه غلطان يا قرموطي. غلطان في ايه يا حاج حسن؟ فهمني. انك انت اتكلمت ساعه الخطبه وانت عارف ان ده غلط. فتح الله عليك يا حاج حسن.
لا بس انا غلطتي مش زي غلطتك يا منعم، عشان كنت انت واقف في وسطنا زي الملاك، معرفش ليه اول ما طلعت المنبر اتقلبت وبقيت واحد تاني. انت الجدال معاك مضيعه للوقت. طب ما تضيعش وقتك معانا واتكل على الله. يلا 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 الله يخليك. ده اللي حصل ده ما حصلش من ساعه الاسلام ما دخل مصر يا راجل. خناقه في الجوامع ينفع كده؟ استهدى بالله بقى يا قرموطي. الله، الحكايه اولا واخيرا ظرف طارئ ومش هيتكرر، يعني اكيد الخطيب الاولاني هيرجع يلا اوقف هتتصرف وتبعت حد بداله. ما هو السقوط على الحاجات ديت خطر يا حاج حسن. من عنده ممكن يفكر نفسه ان هو بقى شيخ وفجاه نلاقي له بقى مريدين، وده خطر على الشباب. يعني قول لي واحد شاب صغير زي ده ثلاثي الابعاد لو سمع خطبه من الخطبه ده قول لي يعمل ايه؟ ده مش بعيد بعد خطبتين يقلب 2 دي. شفت بقى؟ اهو انت كنت هتنسيني المفاجاه اللي كنت عايز اقول لك عليها. حذر فذر بقى، مين اللي جاي النهارده؟ الاستاذ لطفي بوشناق. ايه اللي هجيب لطفي بوشناق هنا؟ اكيد مش هو. طب استنى ما تقولش، استنى والله لازم اجيبها لك. يا ترى مين اللي جاي لك؟ وحياه ميدو ما تنطق. اديك قلتها، ميدو ابني جاي النهارده. ميدو، ميدو جاي النهارده؟ يا ده انا بقالي سنه ما شفتوش، وحشني قوي ابن الكلب. يا اخي احترم نفسك، ده هيبقى باشمهندس قد الدنيا. يا اخي من فرحتي بيه بشتمه، ده انا هموت واشوفه ابن الجزمه. بس بقى بطل شتيمه واحترم نفسك. واد وحشني بس يا حسن، في ايه؟ ما فيهاش حاجه. قول لي هيوصل الساعه كام؟ هيجي على الساعه 7 كده بس. عارف قرموطي الواد من ساعه ما كلمني في التليفون وانا مش مطمن كده، حاسس ان في حاجه متغيره. لا ان شاء الله ما فيش حاجه، تلاقي بس تعب السفر ولا حاجه. اول ما يجي تتصل بيا على طول عشان عايز اعملها له مفاجاه من من العسل. يعني انا حشت مبيعه. تعمل ايه يا حاج قرموطي؟ بيت امك افتكرتك شيشه. قوم انا من هنا، لا قوم اتكل على الله يمشي. ايه افطار اللي قاعد في وسطينا ده؟ ايوه خلصت صلاه؟ لا الخطيب مخرجنا كده ربع ساعه نطمن على اهالينا وبعدين نرجع نكمل الخطبه. ازغدك يعني؟ جرى ايه يا قرموطي؟ يعني لا في زيك يا زوزه ولا عامله ايه يا زوزو ولا نورتش يا اوزو؟ ده على اساس انك ما كنتش هنا امبارح ولا اول اول ولا اول 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 اول. يوه في ايه يا قرموطي؟ اختي وبتزارني. في فرق بين الزياره والاقامه، دي مقيمه عندنا. ده انا خلاص قربت اطلع لها الجرين كارت بتاع الشقه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي اثناء دخولي من الشقه؟ ايه اللي خرج الشنطه دي من هنا؟ كالعاده يعني كل سنه بيتزنقوا في الشنطه عشان يروحوا المصيف ومش شعبطين فيا ياخدوني معاهم، وانا بصراحه ربنا هروح بقى. ياخدوك انت والشنطه في ان واحد؟ يعني ياخدوا مني اكتر حاجتين مالين عليا البيت. يا مسافر وناسي هواك رايدك والنبي رايدك. ازيك يا اربط؟ تشرب معايا شاي؟ يخرب بيت اهلك يا حسبو، انت ايه اللي خلاك تلعب في الايباز بتاعي؟ ايباز؟ بيقولك ايباز اسمه ايباد. عبيد اهلك لو جيت جنبه تاني. انت مش عارف ان كل شغلي عليه؟ خرايطي وشغلي وطرقاتي، الجي جي بيس بتاعي هنا كله. جي جي بيس؟ بيقولك جي جي بيس اسمه جي بي اس. ربيت ام اللي علمك انجليزي. انا نفسي اشوف الشهاده بتاعتك انا عشان انت جاهل جهل. اسمه جي جي بيس. الراجل اللي اخترعها كان عنده قطه اسمها جي جي، جايه تلعب في الجهاز قال لها بس، من ساعتها سموه جي جي بيس. جوجل بقى وابحث وسيرش علشان انت ما تقعدش تقرب غلط. اللي ايه جي جي بيس اللي بتتكلموا عليه من الصبح ده؟ يا وليه ده برنامج انا منزله عليه خرايط العالم من اكبر قاره لاصغر حاره في مصر. تكتبي المكان اللي انت رايحاه وتعملي كده سيرش، يروح هو موجهك بقى يمين شمال كده يعني. زي الكلب البلدي لما يشمموه قطر المجرم ويطلقوه عليه، يفضل وراه وراه ما يسيبهوش الا لما يجيبوا من ديل بنطلونه. طب افهمها ازاي ولا اقول لا؟ ولا افهمك انت ازاي؟ انا مش عارف اتواءم مع الترابيزه دي كلها بصراحه. انا مش مفهمك يا وليه قبل كده ولا هنعيده نزيده؟ انا مش فاهمه. احسن، امال انا اتجوزتك ليه؟ ما تبطلوا بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه من الصبح ده. يلا يا جدعان عايزين كلنا نروح المصيف مع بعضينا. انا ضميري ما يسمحش اصيف والبلد في الظروف دي. مالها البلد؟ اقرا لها انت يا حسب عشان دي ما بتفهمش. اقرا اول تويته للبرادعي. البرادعي حزين عليك يا مصر. عايز البرادعي يبقى حزين على مصر وانا اطلع اصيف انا وانتي؟ طب والسنه اللي قبلها؟ اقرا لها التويته اللي قبلها بتاعت بنك مون. بنك مون ابدي قلقي على مصر. عايزه بنك مون اللي هو لا من ملتنا ولا من ديننا ولا من بلدنا قلقان على مصر وانا وانت نطلع نصيف. طب والسنه اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج. امريكا تبدي قلقها على ما يحدث في سوريا. يبقى امريكا قلقانه على سوريا وانا وانت نطلع نصيف؟ امال احنا هنصيف امتى؟ لما امريكا تسيب المنطقه. بتاع
المنطقة دي بتاعتك؟ إن شاء الله. وإيه اللي مغير شكلك كده؟ حضرتك أنا طلعتها قبل ما التزم. تلتزم؟ طب يا ريت يا أخي تبقى ملتزم من جوه كمان زي ما أنت ملتزم من بره. ده تحقيق بقى ولا إيه؟ لو عايز تحقيق ما عنديش أي مشكلة، اركب البوكس. لا بوكس إيه يا باشا؟ مش بوكس ولا حاجة، هو بس الأمر وما فيه إن الولد بس اتوتر من كتر الأسئلة. أنا بعتذر بالنيابة عنه. إحنا طبعاً مقدرين المسؤولية اللي على كتافكم. كان الله في العون يا باشا. أنا هسيبك عشان الراجل أبو وش السمح ده بس. اتفضل. الله يكرمك يا ابني. كم مرة كلمتك على حكاية الضبط النفسي دي يا محمد يا ابني؟ لما استقصدني بس لمجرد إن مربي دقني. وأنت بتقول له يا باشا. يا محمد يا ابني لازم تتعلم إزاي تطاطي للريح لغاية ما تعدي. لو قعدنا نتخانق مع كل واحد هيعلق على لبسنا ولا دقننا. مش هنخلص من الخناقات في القاهرة. أنا أصلاً ما كنتش عاوز أرجع القاهرة. مدينة كلها معاصي وزنوب. بس فيها والديك. أنت عارف يا محمد يعني إيه والديك؟ يعني ممكن تكلمهم وتاخد منهم مبلغ مالي ندعم بيه الإخوة المجاهدين. أيوة. مش عارف. معرفش ليه قلبي مقبوض المرة دي من الزيارة. إن شاء الله خير. هات شنطتك ويلا، هات شنطتك يلا. افتح الباب يلا يا رموطي، انزل يا رموطي عشان هنفتش العربيه. الله الله، بتخبط على العربيه ليه كده يا عم عبد البر؟ في ايه وبعدين في الليله السوداء ديت؟ في ايه يا عم عبد البر؟ ما انا بقالي 3 سنين داخل طالع من المديريه، فجاه يعني شكلي بقى ارهابي ولا ايه؟ مش قادر افهمك انا بصراحه. ما تزعلش يا رموطي، في اوامر علينا بالتفتيش لاي حد. اوامر ايه؟ مش فاهم. وايه التفتيش يا عم؟ بالراحه يابا بالراحه، ده شاي وسكر، الحاجات دي ممكن تتدلق. مش معقوله يعني كده يا عم عبد البر؟ مش انا اللي اتفتش؟ مش ارمط اللي يتفتش يعني؟ معلش، في اوامر مش سايب مدير الامن الجديد بالتفتيش الدقيق. مفيش حاجه يا فندم. مفيش حاجه. يلا بقى. طب ما انا عارف ان مفيش، هخليهم يطلعوا تاني البضاعه بقى. لا انت اللي هتطلعها وتمشي. مين ده اللي يطلع؟ اوعى تقول الكلمه دي بعد كده. مش ارمط اللي يحمل بضاعه. انا معايا رخصه دوليه. انت اتجننت ولا ايه؟ ده انا عدي برخصتي من بوابه اسكندريه. انت اتجننت اوت ولا ايه؟ ارموطي اوعى تقول لي انا اللي حمل العربيه. ارموطي انا مش تبع يا عبد البر. ارموطي سواقه مع رخصه دوليه. اسمع كلام، ما يتقالوش حمل. صلى على النبي يا ابني. عشان ارمط من الصغير في المنطقه يا ابني. ما تركبش دماغك. ارمط من الصغير في المنطقه. عيب تمشي يا ابني. عيب يا ابني. انا مش تبع يا ابني. اسمع الكلام. ارمط من الصغير. لا اسمع الكلام يا ولا. وانت سبت الكلية من امتى بقى ان شاء الله؟ من سنة. من سنة؟ والمشايخ اللي فهموك ان الكمبيوتر حرام وخلوك سبت كلية الهندسة قالولك ان الكذب على ابوك سنة بحالها، وانت مفهمه ان انت في كلية الهندسة وهو يقطع من لحمه الحي ويبعتلك مصروفك. قالولك ان ده حلال. الضرورات تبيح المحظورات، وانا كل غرضي الاخرة مش الدنيا. وبعدين انا من واجبي ان انصحكم. انتوا مهما كان برضه ابويا وامي عضوا للطريق الصحيح. ليه يا ابني؟ كنت شايفنا ماشيين في السكه البطاله ولا حاجه؟ انت وابويا بتساعدوا بعض على الضلال. ضلال؟ ضلال ايه؟ شايفني ماشي ورا امك بتبلع وهي بترقص؟ واد يا ميدو. ميدو مساء الخير يا ام ميدو. فين الواد ميدو؟ امال السلام عليكم. مساء الخير. امال فين ميدو؟ اتفضل. ده ميدو؟ خرب بيت شيطانك، ايه اللي عملته في نفسك ده؟ ازيك يا ميدو؟ يا ده ميدو في ايه مالك؟ هو عمك ارمط ما وحشكش ولا ايه؟ ما تتعبش نفسك يا رموتي، ده مش ابني اللي ربيته. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا عملتوا دي ان تي وطلع الواد مش ابنك ولا حاجة؟ كل حياتكم مفاسد وذنوب. ازاي تسيبوني عريت الوجه كده قدام راجل اجنبي؟ اجنبي؟ ام ميدو ماشية مع مين والجوزين؟ بيقصدك انت بالاجنبي يا قرموطي، قال يعني غريب عننا، ده اللي علمه له في الكليه. كليه ايه؟ انت اتعلمت في هندسه اسيوط ولا هندسه افغانستان؟ مش فاهمك. انا ببلغ وبعمل اللي عليا. وعد امي ما شفت الوجه كده فتنه.
والحديث بيقول لا يدخل الجنة ديوس. ديوس؟ بتقول على ابوك ديوس يا كريم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مفتري يا ضلالي. ايه ده مميد وايه؟ ايه على في ايه؟ انت ازاي تكلم امك وابوك بالطريقة دي؟ انت فجأة كده هتعمل عليهم علامة؟ انت نسيت ان امك هي اللي معلمك الصلاة؟ نسيت لما كانت بتزغرط في الشارع وبتوزع شربات في الحتة كلها لما حفظت جزء عامة؟ اخص عليك عيل واطي. حقيقي ليس بعد الكفر ذنب. لو كنت كافر كنت وقتك زي ما الكفار بيوقدوا عيالهم. على الاقل يا اخي كنت استريحت منك. توقدني؟ الكفار كانوا بيوقدوا البنات على فكره مش الولاد. احنا بقى الجيل الرابع من الكفار وبنوقد الولاد. يلا يابا اتكل على الله بدل ما نوقدك تحت عتبه الباب دلوقتي عشان ما تحرقش دم امك وابوك. يلا مع الف سلامه. وما تنساش بقى لا مؤاخذه تبقى تغير اسمك عشان ميدو ده مش هتمشي مع الدقن. شوف لك نيك نيم جديد. زيك يا حبيبي حنين وساعات زيك مخلوق ومهاجر ومسافر. ايه يا ولية اللي انت عاملاه ده؟ لقيتك مش عايزنا نروح المصيف قلت اعمل مصيف لنفسي. لا ده انت حصل في دماغك حاجه. انزل اجيبك بتاع فريسكا بالمره. ما هعمل لك ايه؟ فايقه ورايقه وانا مش فايق لك خالص. انا داخل اتخمد انام. لا مش هسيبك تنام لما توافق نروح المصيف مع اختي وجوزها وعيالها. لا مش ارمط اللي تهدد وانت عارفه. ما تخلينيش بقى ازركن وهيديلك التصيفه اللي انت عاملاها دي. حلفتك بالغالي لا توافق. قلت لك مليون مره ما تحلفنيش بالتلفزيون السري دي قبل ما نخلص قصته. موافق يا ستي.